مشاهدينا الأعزاء تحية طيبة، نستهل النشرة الجوية الملاحة البحرية بإعلام برياح قوية لمدة متوقعة لمدة 24 ساعة ابتداء من هذا اليوم على الساعة 6 مساء بالتوقيت العالمي، ويهم شمال تونس حيث تهب الريح جنوبية شرقية قوة 7 من سولون بوفور، أي ما يعادل 28 إلى 33 عقدة، وذلك نتيجة لمنخفض للضغط الجوي على الجنوب التونسي الجزائري يساهم في هبوب رياح قوية جنوبية شرقية على شمال تونس. التوقعات الجوية صالحة لما بعد الظهر بالنسبة لحالة الطقس، سحب عابرة بأغلب المجالات البحرية بشمال تونس، تهب الرياح جنوبية شرقية بين 15 و25 عقدة، ثم تتقوى آخر النهار بين 25 و30 عقدة، والبحر يكون مضطرب فتدريجيا شديد الاضطراب. بشرق تونس تهب الرياح جنوبية شرقية بين 15 و25 عقدة والبحر مضطرب. بالنسبة لخليج جابس تهب الرياح جنوبية فجنوبية شرقية بين 10 و20 عقدة، ثم تتقوى آخر النهار بين 15 و25 عقدة والبحر يكون قليل الاضطراب فتدريجيا مضطرب. بالنسبة للرؤية تتراوح من 4 إلى 6 أميال. التوقعات الجوية لهذه الليلة، طقس مغيم جزئيا بأغلب المجالات البحرية. بشمال تونس تتواصل الريح جنوبية شرقية بين 25 و30 عقدة والبحر شديد الاضطراب. بالنسبة للرؤية تتقلص من 5 إلى ميلين. بشرق تونس تهب الريح جنوبية شرقية بين 20 و25 عقدة والبحر مضطرب. بالنسبة لخليج جابس تهب الريح جنوبية شرقية فجنوبية غربية بين 20 و25 عقدة والبحر مضطرب. بالنسبة للرؤية تتقلص تدريجيا من 7 أميال إلى ميلين. نمر الآن للتوقعات الجوية المنتظرة ليوم غد إن شاء الله. يتواصل طقس مغيم جزئيا بأغلب المجالات البحرية. بشمال تونس تهب الريح جنوبية شرقية بين 25 و30 عقدة، ثم تتقلص بعد الظهر بالمنطقة الغربية لشمال تونس بين 15 و25 عقدة، والبحر يكون شديد الاضطراب فمضطرب بالمنطقة الغربية لشمال تونس. بالنسبة لخليج الحمامات تتواصل الرياح جنوبية شرقية بين 15 و25 عقدة، البحر مضطرب والرؤية تمتد من ميلين إلى 6 أميال. بمنطقتي الشابة وجربة تهب الرياح كذلك جنوبية شرقية فجنوبية غربية بين 15 و25 عقدة، البحر مضطرب والرؤية تمتد تدريجيا من ميلين إلى 7 أميال. نمر الآن لحركتي المد والجزر. بميناء صفاقس متر و44 سنتيمتر على الساعة 6:53 دقيقة مساء، و64 سنتيمتر على الساعة 1:07 دقائق بعد منتصف الليل. بميناء جابس متر و75 سنتيمتر على الساعة 6:58 دقيقة مساء، و78 سنتيمتر على الساعة 1:54 دقيقة بعد منتصف الليل. أما بميناء جرجيس ف83 سنتيمتر على الساعة 7:05 دقائق مساء، و40 سنتيمتر على الساعة 1:11 دقيقة بعد منتصف الليل. في الختام ولمزيد المعلومات والإرشادات ندعوكم مشاهدينا الأعزاء لزيارة موقع الويب meteo.tn أو الاتصال عن طريق الموزع الصوتي أو مباشرة عن طريق الهاتف على الأرقام الظاهرة أمامكم. دمتم في رعاية الله ومتابعة طيبة للجميع.